السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدراسات الاجتماعية. اليوم سوف نقوم بمراجعة وحل تدريبات الوحدة الأولى بعنوان الأرض من حولي، رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على خلق المجتمع الواعي المتحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. هدفنا حبيباتي لهذه الحصة أن تجيب الطالبة على الأسئلة الموضوعية وأن تجيب على الأسئلة المقالية إجابة صحيحة. في هذا الدرس حبيباتي وفي الدرس الأول تعرفنا على ما الفرق بين الطقس والمناخ. عرفنا الطقس بأنه عبارة عن وصف حالة الجو في منطقة معينة خلال فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوم أو يومين أو أسبوع. أما بالنسبة للمناخ فهو عبارة عن وصف حالة الجو في منطقة معينة خلال فترة زمنية، ولكن هذه الفترة تكون طويلة، قد تكون فصل أو سنة أو عدة سنوات. من خلال هذه الصور حبيباتي تعرفنا على عناصر المناخ والتي تتمثل في الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار، وهذه هي العناصر الأساسية للمناخ. تعرفنا على الحرارة وذكرنا أنها عبارة عن أهم العناصر المناخية، وذلك لأنها تؤثر في باقي عناصر المناخ. أيضا تعرفنا على مفهوم الضغط الجوي، وهو عبارة عن وزن عمود من الهواء على مساحة ما من سطح الأرض، استنتجنا أن هناك علاقة عكسية تربط ما بين الحرارة والضغط الجوي، حيث كلما ارتفعت الحرارة انخفض الضغط الجوي كما في المنطقة الاستوائية، وكلما انخفضت الحرارة ارتفع الضغط الجوي كما في المنطقة القطبية. أيضا تعلمنا أو ذكرنا أنواع الرياح والتي تتمثل في الرياح الدائمة والرياح الموسمية والرياح المحلية والرياح اليومية. والرياح الموسمية ذكرنا أنها عبارة عن رياح تهب في مناطق معينة من سطح الأرض، وهي نوعان، إما رياح صيفية أو رياح شتوية. وذكرنا أنه الرياح الدائمة سميت بهذا الاسم، وذلك بسبب انتظام هبوب الرياح طوال العام. أما الرياح اليومية فكانت عبارة عن رياح تحدث بصفة متكررة يوميا، وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة بين اليابس والماء، مما ينتج عنه نسيم البر ونسيم البحر. وسميت الرياح اليومية بهذا الاسم لأنها تحدث بصفة متكررة يوميا. أما بالنسبة للأمطار فهي تعد من أهم عناصر المناخ على سطح الأرض، فهي الأساس الذي تقوم عليه الحياة، وهي المصدر الرئيسي للمياه على سطح الأرض. ننتقل حبيباتي إلى حل تدريبات الدرس الأول. نبدأ بالسؤال الأول، هو اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. أهم العناصر المناخية التي تؤثر على باقي العناصر المناخية، نعم أحسنتم، الحرارة. يعرف وزن عمود من الهواء على مساحة ما من الأرض ب، أي نعم، الضغط الجوي. تهب رياح الكوس على قطر. المصدر الرئيسي للمياه على سطح الأرض هي، نعم أحسنتم، هي الأمطار. ننتقل للسؤال الثاني، وهو أكمل العبارات التالية. الرياح المحلية التي تهب على قطر، الرياح المحلية التي تهب على قطر هي رياح الكوس. العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي عبارة عن علاقة عكسية، درجة الحرارة في المنطقة القطبية منخفضة والضغط الجوي مرتفع، أما درجة الحرارة في المنطقة الاستوائية مرتفعة والضغط منخفض. أما عن السؤال الثالث، اكتب المصطلح الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي: وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، يوم أو يومين، يقصد به الطقس. رياح تهب بانتظام طوال العام هي الرياح الدائمة. وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة، قد تكون سنة، يقصد به المناخ. حركة الهواء الأفقية على سطح الأرض، هذا التعريف يقصد به الرياح. السؤال الرابع، بما تفسر الحرارة أهم العناصر المناخية؟
ذكرنا أن الحرارة تعد أهم العناصر المناخية، وذلك لأنها تؤثر في باقي عناصر المناخ، بما تفسر الأمطار الأساس الذي تقوم عليه الحياة، ذلك لأنها المصدر الرئيسي للمياه على سطح الأرض. 3. حدوث الحركة اليومية للرياح، ذلك بسبب الاختلاف بين درجات حرارة اليابس والماء. السؤال الخامس، أكمل المخطط التالي: أنواع الرياح. ذكرنا الرياح الدائمة الموسمية، والرياح المحلية، والرياح اليومية. السؤال السادس، حدد أوجه الشبه والاختلاف بين الطقس والمناخ في الشكل التالي: ذكرنا أن الطقس هو عبارة عن حالة الجو لفترة قصيرة، يوم أو يومين أو أسبوع، أما المناخ هو حالة الجو لفترة طويلة، شهر أو فصل أو سنة. أما وجه التشابه بينهم، أن الطقس والمناخ عبارة عن وصف حالة الجو من حيث الحرارة والأمطار والرياح. ماذا يترتب على اختلاف درجات الحرارة بين اليابس والماء ليلا ونهارا؟ يؤدي ذلك إلى حدوث نسيم البر والبحر. ماذا يترتب على ميل أشعة الشمس على سطح الأرض؟ يؤدي ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة بسبب اتساع أو انتشار أشعة الشمس على منطقة أوسع، انخفاض الحرارة في المنطقة القطبية، وذلك بسبب أو ينتج تكون منطقة ضغط مرتفع. ننتقل إلى الدرس الثاني، درسنا في الموقع الفلكي والجغرافي لشبه الجزيرة العربية. تعرفنا أن الموقع الفلكي هو عبارة عن موقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، ومن خلال هذه الخريطة تعرفنا أن شبه الجزيرة العربية تمر من دوائر العرض 12 شمالا إلى 32 شمالا، دائرة عرض 12 شمالا إلى 32 شمالا، وبين خطي طول 34 شرقا إلى 60 شرقا، ودائرة العرض الرئيسية تمر من وسط شبه الجزيرة العربية هي مدار السرطان، والدول التي يمر بها مدار السرطان هي السعودية والإمارات وسلطنة عمان. تعرفنا على الموقع الجغرافي وذكرنا أنه عبارة عن المكان الذي يشغله جزء من اليابس على سطح الأرض وما يطل عليه من مسطحات مائية أو ظواهر طبيعية أو ما يجاوره من دول. وتعرفنا على الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية، حيث من الشمال يحدها العراق والأردن، ومن الجنوب يحدها بحر العرب وخليج عدن، ومن الشرق يحدها بحر عمان والخليج العربي، ومن الغرب يحدها البحر الأحمر. تعرفنا أيضا على أهمية موقع شبه الجزيرة العربية والتي تتمثل في كل من: واحد، أن شبه الجزيرة العربية تطل على مسطحات مائية مهمة مثل الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان وبحر خليج عدن وبحر عمان والبحر المتوسط. أيضا تشرف شبه الجزيرة العربية على مضائق بحرية مهمة مثل مضيق هرمز الذي يربط بين بحر عمان والخليج العربي، وبين ومضيق باب المندب الذي يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر. وتقع أيضا شبه الجزيرة العربية على ملتقى قارات العالم القديم، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. هنا تقع شبه الجزيرة العربية في ملتقى قارات العالم الثلاث: آسيا، أوروبا، وأفريقيا. لذلك هذا الموقع جعلها معبرا لطرق التجارة العالمية. أيضا تحظى شبه الجزيرة العربية بمكانة دينية كبيرة، وذلك لوجود أهم المناطق المقدسة عند المسلمين مثل مكة المكرمة في المسجد الحرام، يوجد بها المسجد الحرام، والمدينة المنورة يوجد بها المسجد النبوي الشريف. انتقلنا أيضا لنتعرف على مساحة دول شبه الجزيرة العربية، حيث من خلال هذه الخريطة تعرفنا أن أكبر الدول مساحة هي المملكة العربية السعودية، تليها دولة اليمن، ثم عمان، ثم الإمارات، ثم الكويت، ثم قطر، ثم البحرين. وهذا ترتيب دول شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة. انتقلنا أيضا لدراسة مظاهر السطح في شبه الجزيرة العربية. تعرفنا عن الجبال، وهي عبارة عن أراضي مرتفعة عن سطح البحر ولها قمة ويزيد ارتفاعها عن 1000 متر.
وتنقسم الجبال في شبه الجزيرة العربية إلى مرتفعات عمان والجبال الغربية. والجبال الغربية هي متمثلة في جبال الحجاز وعسير وجبال اليمن. تعرفنا أيضا على الهضاب في شبه الجزيرة العربية من خلال هذه الخريطة. تتمثل الهضاب في هضبة نجد التي تقع في وسط شبه الجزيرة العربية، وهضبة الصمان في شرق شبه الجزيرة، وهضبة الحماد والحجرة في الشمال، وهضبة حضرموت في الجنوب. تعرفنا أيضا على السهول في شبه الجزيرة العربية، وهي عبارة عن أراضي منخفضة مستوية السطح تمتد على سواحل البحار والمحيطات والخلجان. ومن هذه السهول هو سهل تهامة على البحر الأحمر، سهل تهامة على ساحل البحر الأحمر، وسهل الباطنة في عمان، وهو سهل خصب، وسهول الخليج العربي مثل سهل الإحساء. وهذه هي عبارة عن سهول رملية تكثر بها السبخات وهي غير صالحة للزراعة. تعرفنا أيضا على العوامل المؤثرة في مناخ شبه الجزيرة العربية التي تتمثل في كل من الموقع بالنسبة لدوائر العرض وتوزيع اليابس والماء وأيضا مظاهر السطح. تعرفنا على الأحوال المناخية صيفا وشتاء في شبه الجزيرة العربية من حيث الحرارة والأمطار، حيث ترتفع الحرارة على معظم شبه الجزيرة العربية في فصل الصيف، وذلك بسبب تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، بينما تعتدل على الجبال وذلك بسبب الارتفاع. ذكرنا أنه كلما ارتفعنا 150 مترا عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية. أما في فصل الشتاء تنخفض الحرارة على معظم شبه الجزيرة العربية لأن أشعة الشمس تكون مائلة على مدار السرطان وتنخفض أكثر على الجبال. أما بالنسبة للأمطار تسقط بغزارة على جبال عمان واليمن وعسير في فصل الصيف، أما في فصل الشتاء تسقط على معظم شبه الجزيرة العربية وتتفاوت في كمياتها من منطقة لأخرى. انتقلنا أيضا للتعرف على النباتات الطبيعية في شبه الجزيرة العربية، والتي تنقسم إلى النباتات المعتدلة الاستبس، والنباتات أو الحشائش الحارة السافانا، والنباتات الصحراوية، وأيضا الغابات المدارية. أما عن موارد المياه العذبة فهي تتمثل في الأمطار والمياه الجوفية التي تنقسم إلى آبار وعيون والمياه المحلاة. والمياه المحلاة هي عبارة عن تحويل الماء المالح إلى ماء عذب مثل محطة رأس لفان في دولة قطر، وأيضا محطة رأس أبو فنطاس. الآن حبيباتي ننتقل إلى حل تدريبات الدرس الثاني، وهو من خلال هذه الخريطة نستكمل بياناتها لمعرفة خطوط الطول ودوائر العرض. تمتد شبه الجزيرة العربية بين دائرتي عرض 12 شمالا إلى 32 شمالا، وبين خطي طول 34 إلى 60 شرقا، ويمر في وسط شبه الجزيرة العربية مدار السرطان. اكتب المسطحات المائية التي تجاور شبه الجزيرة العربية من الشرق، ذكرنا أنه تجاورها بحر عمان والخليج العربي، من الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب بحر العرب وخليج عدن. تتحكم شبه الجزيرة العربية في مضائق مهمة مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب. السؤال الثاني، تمتد دول شبه الجزيرة العربية بين دائرتي عرض 12 و أحسنتم 32. يحد شبه الجزيرة العربية من الشمال دولتان عربيتان وهما ممتاز العراق والأردن. يطلق على السهول الساحلية المطلة على بحر عمان سهل الباطنة. نتج عن موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة لدوائر العرض سيادة المناخ بالطبع الصحراوي الحار. يحد شبه الجزيرة العربية من جهة الغرب نعم البحر الأحمر. تمتد جنوب شبه الجزيرة العربية هضبة حضرموت. ننتقل للسؤال الثالث، هو عبارة عن صوب ما تحته خط. مضيق هرمز يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، بالطبع هو مضيق باب المندب. تعد سلطنة عمان أصغر دول شبه الجزيرة العربية. طبعا بالطبع تعلمنا أو تعرفنا أن أصغر دول شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة هي دولة البحرين.
يطلق على الحشائش المعتدلة السافانا. يطلق على الحشائش المعتدلة اسم الاستبس. السؤال الرابع، بما تفسر أهمية شبه أو موقع شبه الجزيرة العربية؟ ذكرنا أن أهمية موقع شبه الجزيرة العربية تتمثل في أن تطل على مسطحات مائية عديدة مثل البحر الأحمر، تشرف على مضائق بحرية مهمة مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب. بما تفسر عدم صلاحية سهول الخليج العربي للزراعة؟ ذكرنا أنه بسبب كثرة السبخات بها والكثبان الرملية. بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة على معظم شبه الجزيرة العربية صيفا؟ يرجع سبب ذلك إلى تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في فصل الصيف. السؤال الخامس، عرف الموقع الفلكي. هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. أما الموقع الجغرافي هو عبارة عن المكان الذي يشغله جزء من اليابس على سطح الأرض وما يطل عليه من مسطحات مائية أو ظواهر طبيعية أو ما يجاوره من دول. عدد أهم الجبال في والهضاب في شبه الجزيرة. الجبال تتمثل في الجبال عمان، وهي الجبال الغربية، عفوا جبال عمان في اتجاه الشرق، وجبال اليمن، وجبال الحجاز وعسير في الغرب. أما عن الهضاب، يوجد هضبة نجد وهضبة الصمان وهضبة الحماد والحجرة. وأنا حبيباتي